السلام عليكم ورحمة الله. لمكمل الموجز الرياضية، يواصل المقاتل المحترف فرانكي إدغار بفريق خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة للمحترفين التحضير بشكل يومي، وذلك استعدادا لخوض النزال الرئيسي الذي سيجمعه المقاتل الأمريكي تشاد ماديس في نهائيات بطولة القتال النهائية. ويشرف على تدريب المقاتل إدغار طاقم فني أمريكي يتمتع بمستوى فني عالي وخبرة طويلة في هذه الرياضة.